السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني عندما أنظر إلى هذه المدرسة، مدرسة أبطال الإسلام، جيل سلفي رباني متميز، يعني هذا أخذ بقلبي وبعقلي وبرؤيتي وبصري الآن، فأقول عود على بدء، فإننا قد خسرنا كثيرا، قد تباعدنا كثيرا عن المنهج المنشود والتأصيل العام الذي نسير على رسمه، واستخراج الأجيال حقا الربانية هو الهدف الذي نصل به إلى تمكين هذه الأمة، لأن هذه الأمة ممكنة لا محالة، وإن الله جل في علاه خلق هذه الأمة من أجل القيادة والسيادة والريادة، هذه المكانة التي تتبوأها هذه الأمة، والله جل في علاه قد خلقها وشرفها وقدمها على جميع الأمم بأسرهم، وقد بيّن ذلك جزما في كتابه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الأمة بذلك في سنته، عندما قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم خير الناس على الإطلاق، لكن الله جل في علاه رسم لكم طريقا، فمن حاد عن هذه الطريق خسر هذا التمكين، ومن سار على هذا الطريق هذا الذي وصل إلى العلو والتمكين والقيادة والريادة والسيادة. قال الله جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم وصفهم الوصف الجميل الذي كان في كتاب ربنا الجليل. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا فضيلة هذه الأمة وهؤلاء الصحابة الكرام الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد بيّن أنه ما من زمان إلا والذي يأتي بعده شر منه، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل عليه يشتكونه أو يشتكون الحجاج إليه، فقال: اصبروا وصابروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من زمان إلا والذي بعده شر منهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من الدنيا إلا الفتن والمحن. وهذا الذي يحدث الآن، الهرج والفتن والمحن والتباس الحق بالباطل ظاهر جدا، ومع ذلك إشراقة الأمل ظاهرة تلوح في الأفق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هم على ذلك إلى أن تقوم الساعة. فهذا من بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بتمكين هذه الأمة، وإن دين الله تعالى سيمكن، ونحن أحوج الناس إلى الدين، والدين لا يحتاج إلينا بحال من الأحوال، لكننا لابد أن نعمل لديننا، ولابد أن نعود إلى الطريق الصحيح والنهج القويم والشرع المستقيم الذي شرعه الله ربنا سبحانه جل في علاه على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. استحضروا كلام الإمام مالك عندما قال رضي الله عنه أنه أرضى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا بد من عود على بدء في التفصيل الصحيح في بناء الجيل السلفي. قبل أن أبدأ في الكلام على شروحات الكتب التي إن شاء الله سنشرح فيها، هي كلمة بين يدي هذه الكتب التي ستشرح لعلها تنفعني أولا ثم تنفع إخواني الكرام، وهي أولا لأننا نعيش الآن بين طائفتين، يعني كلاهما في ضلال، معهم بعض الحق وبعض الضلال، والوسط خيار عدول، غلو وجفو، ومنهم من يعني عنده الغلو في من يحب، أو من يتمذهب على مذهبي، أو يدرس على شيخي فيقول الحق مع شيخي ولا غير، ومن خالف شيخه فهو العدو المبين، وجفو لا يعرف لشيخ قدرا ولا أدبا ولا تبجيلا ولا توقيرا، ويهدر سنين العمر التي كانت من أجل دين الله جل في علاه والاستعمال لدين الله. وكما قلت، العدالة والإنصاف وإن ندرت هي التي قد شرعها الله جل وعلا وأمر بها، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إخوتي الكرام، أساس هذا الدين أن يؤتي كل ذي فضل فضله، أساس هذا الدين أن تعرف الفضل لأهل الفضل، وألا تهدر المكانات التي رفعها الله جل في علاه. فقدر الإنسان بما يحسن، كما قال علي بن أبي طالب، قال: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وأنت لو ترى كم من مولى من الموالي قد ترأس الناس أجمعين بما فيهم أرفع الناس قدرا وأرفع الناس مكانة، وترأسه المولى من الموالي،
لما كان يحسن. لذلك عمر بن الخطاب لما سأل من تركت من خلفت على الوادي على أهل مكة قال ابن أبزة، قال ابن أبزة ومن ابن أبزة، مولى أم سيد؟ قال بل هو مولى من الموالي. فقال أتركت على الوادي سيدا هو ابن أمزة ابن أبزة من الموالي؟ قال إنه يحفظ القرآن وإنه يعلم المواريث. قال نعم، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرفع الله بهذا الدين أقواما ويخفض به آخرين. وأيضا عطاء بن أبي رباح رجل كان مولى من الموالي، وهو رجل إن نظرت إليه أسود أفطس أعرج لا يرى، يعني فيه ما فيه، وهو يتقدم الناس وتلتف الناس حوله في مكة عند الحجيج أو في وقت الحجيج يسألونه على مناسك الحج. تقدم الناس بما كان يحسن، يحسن كلام الله، يحسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. سالم مولى أبي حذيفة رجل كان من الموالي أيضا ورفعه الإسلام إلى المعالي، لتعلم يعني أهل الورديان الحمد لله وإن كانوا أبعد الناس عن الحرص على الطلب، ليحزن مني يحزن الحق حق أن يتبع، لكن هم من أنصع الناس مكانة في القرآن، وفيهم الكثير ممن أتقن وله القراءات وأتقن هذا الباب. وهذا صراحة يعني يجعلني أغار وأغبطهم في الله على أني أيضا أنتقدهم على التقاعس في طلب العلم، لكن أقول القرآن رفع أقواما. سالم مولى أبي حذيفة كان رجل من الموالي ومع ذلك هو الذي ترأس قومه، هو الذي ترأس ابن عتبة بن ربيعة وكان يصلي بهم أو يصلي بأهل الدار. وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيدي لو كان سالم حيا لاستخلفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بأربع، وذكر فيها سالم مولى أبي حذيفة. فإن سألت لما ارتفع هذه المنزلة العليا، يتمنى عمر بن الخطاب أن يستخلفه على الناس، أن يصبح خليفة، أن يصبح أمير المؤمنين لما أتقن من كتاب الله وكلام الله دل في علاه. كذلك أنت ترى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الناس تلتف حوله في الكوفة، وكل الكوفة تأخذ بمنهج ابن مسعود لما كان عليه من الإتقان بتفسير كتاب الله دل في علاه وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان صغير السن وصار ترجمان القرآن. فكثير ممن يعني لا ترى فيه رفعة رفعه الله جل في علاه بما كان يحسن. وأستحضر دائما وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. الإمام الأعمش، الأعمش تعرفون الأعمش؟ أكلم نفسي، تعرفون الأعمش سليمان بن مهران؟ الأعمش هذا كان من أساطين المحدثين، وإن كان مدلسا لكن كان متقنا تقيا نقيا صاحب قراءات وحافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول للناس لولا الحديث لجعلتموني إيش؟ بقالا. لولا الحديث لجعلتموني بقالا، يعني أنا ليس لي مكان عندكم إلا بهذا العلم هو الحديث. وطبعا كان رجلا، كان رجلا شديدا، معلوم الأعمش كان شديدا على طلبة العلم، وكان يعرف قدره ويعرف قدر من أمامهم. يعني لما دخل الأسواق ووجدوا الناس يكتظون حوله فقالوا من هذا؟ قالوا الأعمش. قالوا وما الأعمش؟ قال محدث. قال وما يحدث؟ قالوا يحدث بحديث النبي. فالتفوا حوله وقالوا له حدثنا بحديث النبي. قال أقلد الخنازير اللؤلؤ. إن الإمام مالك يقول من حمل هذا العلم فلا يضيعه. قالوا وكيف يضيع العلم يا إمام؟ قال أن تؤتيه غير أهل. الغرض المقصود بأن هؤلاء رفعهم الله جل وعلا، والسؤال لما؟ لما كانوا يحسنون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤتي كل ذي فضل فضله. دخل علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا، وبجانبه أبو بكر وعمر وعثمان وعمر. فقال فنظر وسلم لم يجد مكانا لعلي بن أبي طالب، فأفسح له المجال أبو بكر وقال ها هنا يا أبا الحسن مكانك، ها هنا يا أبا الحسن. فقال وسلم ومبتسبا يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المقدمة الصحيح قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك بالقول وبالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل العلماء أو يرفع العلماء منزلة فوق المنزلة يتصورها أي إنسان عندما يقول إنما العلماء هم ورثة الأنبياء كما سنبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كيف يؤتي الفضل لذي الفضل لما اشتد الأمر بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر، وكانت المسألة من أبي بكر على عمر بن الخطاب، فاستعتب ثم قال له أراد أن يسمح له فأبى عليه عمر بن الخطاب.
فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قص عليه القصة جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو عمر بن الخطاب يعاتب نفسه، ثم رجع إلى بيت أبي بكر فقال: أثمه أهنا أبو بكر؟ فقالوا له: لا. فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب خلفه عمر بن الخطاب نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وعرف ذلك أبو بكر في وجه عمر بن الخطاب. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ذلك جسى على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله إني أظلم، كنت أنا الأظلم يا رسول الله، لأنه يعلم ماذا سيحدث من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أبي بكر. فلما دخل عمر بن الخطاب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تركتم لي صاحبي؟ أسألكم بالله، عمر بن الخطاب تابعي ولا من تابع التابعين؟ لا، أهل الوردان اللي يتكلموا. ها؟ أنت المتبرع صحابي متأكد؟ أسألك، أنت أجبت أسألك، متأكد أنه صحابي؟ إيش الدليل؟ لا صابر، أصبر بقى، لا تتبرع حتى لا تدخل معه في المدمار عشان نصدر الباب بالسؤال بك. ها؟ طيب خلاص المتبرع، وإيش الدليل أن أبا بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في عدد من الصحابة عاصروا النبي وعدد من الصحابة لم يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي عاصر النبي من؟ سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر. لسه ما أتيت بالدليل، إجابتك فيها خطأ وفيها صواب، إيش الصواب وإيش الخطأ؟ ها؟ ما سمعت. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وإيش الدليل أن الصاحب هذا مش علي بن أبي طالب؟ وإيش الدليل؟ الآية لم تذكر أبا بكر إذ يقول لصاحبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أولا انتبه، ما في شيء اسمه صحابة عصروا النبي وصحابة لم يعاصروا النبي، هذا يرجع إلى تعريف الصحابي. أنا عايز أهل الوردان يجيبون على سؤالي فقط، من الصاحب؟ أنا جاي من أجل أهل. لا أترك، أنت أسكت أسكت يا شيخ، اتق الله. من الصاحب؟ أنت من أورديان؟ أنت مشاغب، عرفتك في المحاضرة قبل ذلك. من أورديان؟ المهم ما حد شرف أيده ولا من أورديان؟ من أورديان، ممتاز. لا كده ممتاز. طيب هات، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، لما لم تقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإيش فيها؟ إيش الفرق؟ يبقى صحيح من رأى النبي. تعال مشاغب، إيه رأيك في التعريفين؟ أنت شايف ما فيش فرق؟ هي كلها بقت أنا شايف. ها؟ عارف الأمة باظت ليه؟ الأمة ضايعة بيه بحكاية أنا شايف. طبعا احنا عارفين طبعا من أهم سمات المصريين أنهم إيه؟ لا يجهلون. ما في شيء اسمه جهل، اي شيء لابد يعرفه او اي شيء لابد يبرر لك ما فيه، واحنا قلنا في القران ما يثبت ذلك عن المصريين، صحيح ولا لا؟ نعم، مش قال الله تعالى عن يوسف طبعا قال ايش؟ عندما قال تاويل رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا اضغاث احلام، وبعدين وما نحن. يبقى أولا صدروا الباب بالمعرفة ولا بالجهل؟ بالمعرفة. وبعد قالوا أضغاث أحلام، أجابوا عن المسألة، ما مش ممكن يجهلوا شيء. فهو قال أنا شايف إن ما فيش فرق. لا، ده في فرق بعيد، لأنه التعريف بقولنا الصاحب هو من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، يبقى كل من لم يرى النبي ليس بصح، يبقى إذن ابن أم مكتوم إيش؟ ليس بصح، أعمى، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ يبقى المسألة كلها اللقية هي الأصح والأسد، تكون جامع مانع. التعريف الجامع المانع هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومات على ذلك. يبقى لو عصر النبي ولم يلقى النبي لا يكون صاحبا. أيضا أهل الورديان ما يسمى، هو عاصر زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي. هات بقى خلينا معاك، ولا المشاغب الأول؟ المشاغب الأول الأستاذ الفاضل قال: من عاصر النبي
ولقيه فهو صاحب، ومن عاصر النبي ولم يلقى النبي هو قال صاحب لكن ليس بصاحب، نحتمل منه هذه. لكن بما يسمى احنا داخلين على سنن ابي داود، يعني لازم هنتكلم في الاسانيد ايضا. ما عندكش ورديان؟ الورديان طلع لي الورديان اللي انت تعرفه من الاخوه طلبه الورديان. المقصود بالسؤال ما خلاص ما قلت لك بما يسمى. يسمى ابن خالد احمد شاكر، علماء ازهر، بما يسمى. ايش يسمى؟ من المتكلم؟ طب اشرف نصار، طب تعالى لي بقى هنا اشرف نصار، تعالى لي بقى عشان انا نصدر البابك. اتق الله، انا قلت لك لا لا تجيب. طبعا هو المخضرم، المخضرم هو الذي عاصر زمنين، لو عاصر زمن النبي صلى الله عليه وسلم او زمن الجاهليه، طيب، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحظى، هو لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمى مخضرم، يسمى مخضرم. النبي صلى الله عليه وسلم ترى، لانه يعلم الفضل لاهل الفضل، لما كانت المشده بين عمر بن الخطاب وبين ابي بكر، عمر تعلمون من عمر، عمر الذي قال فيه ابن مسعود يعني ما علمنا العزه الا بعد اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اهن يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي تسلكه. عمر الذي قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، ودخل فوجد أبا بكر يبكي، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لما عاتبهم الله جل في علاه، ووافق عمر القرآن في الحكم على أسارى بدر، ومع ذلك هو أبو بكر، ويؤتي كل ذي فضل فضله. فلما دخل عمر بن الخطاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولا فصلا لعمر بن الخطاب، قال هلا تركتم لي صاحبي؟ عمر ليس بصاحب، هو صاحب، لكن هنا المفاضلة، هلا تركتم لي صاحبي؟ قد قال صدقت وقلتم كذبت، وواساني بأهله وماله، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خالد بن الوليد يشتد واحتد على عبد الرحمن بن عوف، قال له أصحابي أصحابي، وهو صاحب أيضا جليل، لكن هي الباب، أمرنا أن ننزل الناس منازله. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويؤتي كل ذي فضل فضله. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. صاحب الجليل بلال لما نزل فيه أبو ذر على ما أذكر وعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. حتى وضع خده على التراب وقال أنططأ، والله لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأ بقدمك على وجهي، احتراما ومعرفة لمقدار بلال رضي الله عنه وارضاه. وبلال ليظهر مكانة عمر بن الخطاب، ليظهر مكانة بلال، جاء أبو سفيان، وجاء أيضا مع أبي سفيان سهيل بن عمرو، وقف على باب عمر يستأذن لما كان أمير المؤمنين، يستأذن فلم يأذن لهما. أبو سفيان مكة بأسرها، أبو سفيان سيد أهل الوادي، أبو سفيان، ومع ذلك لم يأذن له عمر بن الخطاب. اشتد الأمر على أبي سفيان، وسهيل بن عمرو بجانب أبي سفيان، فجاء بلال يستأذن ليدخل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن أو إذنوا لبلال، فدخل بلال، فاشتد الأمر على أبي سفيان، فقال أيدخل هذا الأسود ونحن على باب عمر بن الخطاب؟ فعلم عمر أنهم سيقولون بذلك، لكن سهيل بن عمرو كان يعني من الفقه بمكان، كان أفقه من أبي سفيان، فقال لعمر بن الخطاب، فقال لأبي سفيان، قال رجل أقبل على الله فأقبل الله عليه، أسرع إلى ربي جل في علاه فأسرع الله إليه أو سارع الله به. فلما دخل أراد الإمعان، عمر بن الخطاب أراد الإمعان في إظهار مكانة بلال، فأدخلهما، فدخل، فلما دخل قام عمر بن الخطاب من مكانه وقال لبلال، اجلس هنا مكانك. ثم قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لذلك قال الله جل في علاه، ويل هذا الولي، ستجده ويجد كل متعصب لا يعرف الفضل لأهل الفضل، ويل للمطففين، هذا من ربنا جل في علاه، قال ويل للمطففين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكبر الذي قال فيه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
احتقار مكانة الناس، هذا هو الكبر الذي لا يمكن للإنسان أن ينجو به عند ربه جل في علاه. لا يعرف الفضل لأهل الفضل. ترى كثير من إخواننا إذا أحب شيخا، إذا عظم شيخا عظمه جدا، وممكن أن يرفعه فوق مكانته ويعطيه ما لا يعطي إلى الأقدمين أو السابقين من العلماء. ومش بعيد أنه يكون ليس بطالب علم ولا شيء، بل هو مثقف، لكن العصبية تأخذه ويصنع له نشيدا، وبعد ذلك يرفعه فوق الرؤوس، وبعد ذلك يقول البحر الذي لا ساحل له، المتوحد المتفرد، كأنه سيعطيه صفات الربوبية، نعوذ بالله من الخذلان، ويكون من هو أتقن منه وأعلم منه، لأنه يخالفه في الرأي، يقول فلان الفلاني ده بينعم عليه أنه بيقول باسمه، الحمد لله أنه بيشتموش. ده بعد ذلك سترى الألقاب تنزل فلان فلاني، ولما يأتي مثلا يقول عايز يعلن له عن, 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 عن درس مثلا، طالما هو مخالف فلازم ينزل تحت سبع أرض، لابد ينزل تحت. هذا دي علامة أهل البدع، التحزب بدعة أصالة. فلذلك نقول من آثار التحزب السيئة أنه لا يعطي ولا يؤتي لكل ذي فضل فضله. والإنصاف والدين هو الذي يحسم مادة النزاع، يحسم مادة الحسد، يحسم مادة الحقد، وتنزل الناس منازلهم، وتكون قد أنصفت وعملت بقول الله جل في علاه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. لذلك أصدر الباب بهذا الكلام وأقول أعرف الفضل لأهل الفضل، لأن الذي لا يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. وأهل الفضل على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلون ومن ورثهم، ومن ورثهم. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي. وأما هذه الأمة فإن الله جل في علاه صنع لها صنيعة الخير، صنع لها رجالا حق رجال يحملون هذا الدين وليسوا بأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثت الأنبياء. فهؤلاء حقا أهل الفضل، العلماء وطلبة العلم في هذا الزمان، في الفتن التي كما قلنا قد عمت وطمت في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد. اللهم ارفع الفتن يا رب العالمين والشرور عن هذه البلد وعن بلاد المسلمين، اللهم أمين. فأقول أهل الفضل في هذا الزمان هم أهل العلم، هم طلبة العلم، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا فضلهم. لذلك أنا أقول فضل العلماء ثم مكانة العلماء ثم واجب الأمة نحو العلماء وطلبة العلم، لأننا وجدنا كما قلنا إما الغلو وإما الجفو، ونبين كيف الوسطية هي العدول، ثم ندخل إن شاء الله في الكلام على الكتب التي تشرح. العلماء رفعهم الله رفعة عظيمة، وليس بين النبي وبين العالم إلا جبريل، درجة الوحي، وهم يعملون بالوحي فاستكملوا المراتب العلى. قال الله جل في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الله جل في علاه بيّن مكانة العلماء وأظهرها بجلاء عندما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فصدر الباب في الشهادة على أعظم مشهود وهو توحيد الله جل في علاه، قال شهد الله هو سبحانه جل في علاه وثنى بالملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. احتج به بعض العلماء على أن الملائكة أفضل من صالح البشر، والنزاع معروف عقاديا بين العلماء، المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول هو أن صالح البشر أفضل من الملائكة، والقول الثاني هو أن الملائكة أفضل من صالح البشر بل ومن الأنبياء والمرسلين، وهذا قول المعتزلة. القول الثالث هو قول شيخ الإسلام تيمية، توسط بين القولين وقال إن إذا نظرنا إلى الحال فالملائكة أفضل، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وكما قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر أو إصبع أو إصبعين إلا وملك ساجد أو راكع لله جل في علاه. وإن نظرت إلى المآل، ما المآل؟ الآخرة، إنما الجنة. وإن نظرت إلى المآل ودخل أهل الجنة الجنة، ففي المآل صالح البشر أفضل من الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويلهمون التسبيح. أنا أدين الله بأن صالح البشر أفضل من الملائكة، ومن صالح البشر العلماء، فالأنبياء بالإجماع الأنبياء أو باتفاق المحققين الأنبياء أفضل من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين. جبريل لم يرتقي المنزلة التي ارتقاها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. النزاع في صالح البشر، وأنا أستدل على ذلك بأدلة، منها أن الله جل في علاه
أسجد الملائكة لآدم، وبين العلة في سجود الملائكة لآدم هو العلم، عندما قال الله جل في علاه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، حتى بيّن الله تعالى أنهم لا يعلمون، وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ثم قال أمرهم بالسجود لآدم حتى أن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا العلة التي من أجلها أسجد الملائكة له ورفعه عليهم هي العلم. والأمر الثاني الدليل الذي أستدل به بقوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي قتل 100 نفس، الرجل الذي قتل 100 نفس وهذا فقيه فاسق فقيه ونجا بفقهه، لأنه يعني من فقهه بعدما قتل 99 نفسا قال دلوني على شيخي الذي تربيت عليه ولا أخذ من غيره أبدا، وأي دليل لا يعرف شيخي ليس بدليل ليس بحديث، لا تعظيم الشيوخ لا يصل للتأليه، تعظيم الشيوخ لا يكون أصناما بيننا وبين دين الله جل وعلا، ولا نعظم شيخا كائنا من كان فوق مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بدين، هذا غلو يهلك والغلو مهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم إيش الغلو. لا، نحن نقول كل رجل مبجل فوق الرأس يوضع ونعرف له مكانته، لكن لا غلو ولا جفو. الرجل قال دلوني على أعلم، وهذه فيها دلالة، إن كان قولي خطأ وتلميذي أو أنا تلميذ شيخ وقال قولا فرأيت خطأ ووجدت غيره يتكلم بقال الله قال الرسول هو أعلم منه في هذه المسألة، أو كان الكلام صوابا، لابد أن أترك قول شيخي مع التبجيل والتكريم وأخذ بقول الشيخ الأعلم، هذا هو هذا الدين، هذه الديانة. أما الغلو في قولك أحد كائنا من كان هذه رقة في الدين، مطعوم في دينه من يفعل ذلك، إلا أن يكون مقلدا لا يعرف شيئا فهذا ليس عليه غير أن يقلد ويبقى خلف الستار، لا يقلد ثم يقف مصدرا مؤصلا منظرا ويفسد ذات البين بين الناس، لا. لكن شوف الفاسق، فاسق لكنه يفقه وبفقهه مع فسقه نجا، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، لذلك قال وهذه وجوبا في الرجوع أن تسأل الأعلم والأتقن، لا صاحب الشهرة ولا التلفزيونات ولا الفضائيات، لا، وجب عليك وجوبا لزاما أن ترجع إلى الأعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحافظ الناقل، يقول فلان فلاني حافظ الكتب 99، هي كتب 99 كتب 1099 ما يهم، كتاب مع الكتب لا يرجع له في عضل المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو إيش أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك قال النبي الأمين من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين. فمن فقه الفاسق قال دلوني على أعلم أهل الأرض، غره العوام، ونحن نعيش في هذا الزمان، غرهم العوام، اغتروا بعبادة الراهب صائم قائم، تسأله يقول لك أما أنا فأعلم فلانا يصوم النهار ويقوم الليل وما رأيت يصلي بجانبي إلا وتبتلي لحياته من البكاء، ثم نرى أمطارا غزيرة في الأرض، الحمد لله خليه يمطر ليل نهار، لكن هذا ليس معيارا لإيش، ليس معيارا لأن أرجع إليه، المطر الغزير الذي ينزل من العينين بينه وبين ربي، تقوى بينه وبين ربي، لكننا أولا نقول أعلم أم لا ثم ننظر للتقوى، لابد تقول أعلم أم لا. فالعوام اغتروا بهذا فقالوا فلان، فذهب وكان راهبا، ماذا حدث؟ صائما قائما، انتبهوا، صائما قائما، جعله الله إيش فريسة. ولذلك يقال جاهل قتله جهله، الإمام مالك يقول 4 لا تأخذ منهم العلم، منهم رجل غرته عبادته عن تحصيله للعلم، فذهب إليه فقال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ فقال له الرجل إيش إنك لجريء لا توبة لك، قنط الرجل من رحمة الله،
تحجر واسعا، تحجر واسعا، فماذا حدث؟ خربت خربت، ما هي خربانة 99 في واحد، فقتل الرجل وأكمل به 100. فأنا أستدل بهذا الحديث على أن العالم أفضل، لو عالم، لو كان تقيا نقيا عالما ربانيا. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم إنا نتوب إليك توبة النصوح في هذا المجلس الكريم يا رب العالمين، عما بدر منا وما كان من تعدي لحدودك يا أرحم الراحمين. غلبته شهوته والله يعذره، وما منا من أحد يخلو من المعصية، ويعلم الله أننا تعدينا كثيرا على حدود ربنا، لكننا والله ما عزمنا على التجرؤ على حدود الله، ولكن غلبت الإنسان شهوته. أقول فإن الأستدل بهذا على أن العالم أفضل من الملائكة بدليل ظاهر جدا، بأنهم لما اختصموا، لما مات الرجل، لما ده قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أهل من الأرض، فذهب إليه فقال له ومن يمنعك من التوبة، ثم قال اذهب إلى الأرض كذا فيهم أهل الطاعة على أساس الخليل، لا تسأل المرة لكن سأل عن خليل. لسنا مصدد فقه الحديث، لكن أنا أريد الشاهد، الشاهد أنه عندما ذهب إلى هذه الأرض مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة الرحمة قالت جاء تائبا، وملائكة العذاب قالت قتل 100 نفس هو من أهل النار. كيف يفضل النزاع بين الملائكة؟ الله تعالى أنزل إليهم ملكا على صورة هذا الذي أريده، هو الشاهد، أنزل ملكا على صورة إيش؟ إنسان. والملائكة ترتضي في الاختصام بفض النزاع بيد من؟ لعلمه. فقال لهم قيسوا ما بينه وبين الأرضين فإلى أيهما أقرب أخذ حكمه. وطبعا العلماء يقولون دلالة على قاعدة فقهية، وهي المجاور يأخذ حكم المجاور، فكان أقرب لأرض التوبة فصار من أهلها، وارتضى الملائكة بحكم هذا الإنسان، فهذه فيها دلالة لما عنده من العلم. وأيضا بأن الله جل في علاه قد قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. هذه مكانة العلماء عند هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. ليست المسألة بكثرة العبادة، وإلا الإمام مالك يقال أنه ما كان كثير صلاة ولا صيام، وإلى يوم الناس هذا تقول إذا ذكر الحديث في مالك النجم. والإمام مالك تعرف أهل المغرب العربي بأسرهم على مذهب الإمام مالك، بل جاء هارون الرشيد يقول للإمام مالك على أساس أن يجر الناس وأن يلزم الناس بكتاب الموطأ، فلم يرتضي الإخلاص لله جل في علاه. بينه خبيئة، بينه وبين الله خبيئة، سر بينه وبين عبادة القلب. الغرض المقصود، المسألة ليست دائرة على كثير الصلاة ولا الصيام، وإن كنا نطلبها في طلبة العلم، لكن مقياس الناس على ما يحسنون من العلم. هذه مكانة العلماء بين هذه الأمة، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وفي رواية أخرى في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. لذلك أقول لهؤلاء العلماء، أو الذي يجب على الأمة نحو هؤلاء العلماء، أمور كثيرة جدا قد أهدرت في هذا الزمان، لأني قد تعبت جدا مما رأيت من التجرؤ على أعراض الأفاضل، وأيضا بخس الحقوق في مكانة العلماء، وأيضا على الجانب الآخر الغلو بالتكفير والتفسيق والتبديع والتنفيق، والطرف الثالث الذي أهدر كل مكان لأي أحد عنده مكان. القيم لو ضاعت، الأسوة لو انتهت، انتهت الأمة، الأسوة لو انتهت، انتهت الأمة. لذلك أقول واجب العلماء، واجب الأمة نحو العلماء. أول الواجبات حب العلماء. الإمام ابن تيمية يقول أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم، أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. ونحن نرى صنفين من الناس، صنف فيه غلو وإن كان لأهل العلم، وهذا الغلو غير مطلوب، لأن حتى الغلو في السلام لا يجوز. أرأيت الغلو ما كيف بقى وصل بالناس؟ أما قال هذا القائل ومن جودك، هذا غلو في النبي، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، حتى قال علماؤنا ما ترك هذا الرجل لله شيئا، ومن جودك الدنيا وضراتها. ضراتها ايه؟ كوم الدكة، صح؟ ايش ضرت الدنيا؟ الاخرة. يعني اذا هو الاخرة والدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله. ومن علومك علم اللوح، اللوح المحفوظ والقلم، والله جل وعلا خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فالغلو مفسده. وايضا هناك طرف كما قلنا اهدر كل المكانات ويعني تجرع على كل الاعراض. فعود الى معرفه حق العلماء على هذه الامه. اولا حب هؤلاء العلماء، كما قال علي بن ابي طالب حب العلماء دين ندين الله به. وقد قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني احبك لما لما كان عليه من العلم. وتراجم العلماء دي سنبدأ بها ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه كلام في مسند أحمد، قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. والرواية الأصح التي نستدل بها لأن هذا نستأنس به، الرواية الأصح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة، برطوة حجر، برمية حجر. فهذه فيها دلالة على فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي لنأتسي به لنعلم كيف التعامل مع العلماء، قال والله يا معاذ، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أستدل بهذا الحديث على وجوب محبة العلماء، وجوب محبة العلماء. وش الدليل؟ أهل المحلة، احنا ضيوف على الناس، هم اللي ما أحد يجيب إلا القوم. أشرف نصار خارج من لعبة، أشرف نصار في محطة مصر. وإيش الدليل؟ احنا نريد، لا أنا هذه ما شاء الله هذه المنطقة أو هذا المكان الورديان بالذات عامر بالإخوة، فأنا أريد يكون عامر بالعلماء. بالله عليكم والله العظيم لو أخرجتم ثلاثة من أهل العلم اسكندرية بأسرها ستقوم. الدخيلة يغارون، لأن الدخيلة أيضا ميتين الحمد لله، الدخيلة أيضا يغارون، فتقوم القائمة وبعد ذلك ننتشر المسألة يعني تتفشى في الجميع. كيف؟ ممتاز. هذه المهم أن هذه تعتبر مشاركة من أحسن ما تكون وجيدة. ممتاز، لا فض فوق، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا، من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أنا أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا يدخل تحت ذلك والدي وولدي، يدخل تحت ذلك إيش؟ النفس. وإيش الدليل؟ من الذي تسرع بالإجابة؟ أنت ما شاء الله مشارك جيد. تعرف أن طالب العلم لا يكون طالبا العلم إلا بالمشاكسة هذه، يعني ضاع العلم بين المستحيل والمستكبر. ممتاز، هو يدخل نفسه، بس وش الدليل؟ من وين؟ لا من وين؟ في السياق. شغل طالب العلم أن ينظر إلى الحديث. صبري، مع أنه مش الورديان نستعيره، بس عشان احنا عايزين نجهزه لأشياء أخرى. أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ها؟ هو هذا قال والناس. عمر من الناس؟ من الناس. أنت من الناس؟ من الناس، صحيح ولا لا؟ ولذلك لما عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال لا يا عمر. قال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فيقول لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان إيش؟ الواجب، الإيمان الواجب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. هذا الأصيل، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. والأنصار فيهم العلماء أبي، معاذ، زيد بن ثابت، هؤلاء الفحول. فحب العلماء إيمان وبغض العلماء نفاق. فرقة في الدين أن تبغض العالم، وإن كنت تبغض العالم من أجل العصبية كما سنبين فهذه مهلكة ليست بعدها مهلكة. إذن واجب، الواجب على الأمة نحو العلماء حب العلماء، وحب العلماء يزيد في الإيمان لأنها من أجل الطاعات. أرأيت كيف أدخل الله الإيمان في قلب امرأة فرعون لأنها أحبت موسى عندما رأته؟ قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى
أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لذلك غرز الله الإيمان في قلبها بحبها لموسى عليه السلام. وأيضا نرى بأن الصحابة فعلوا ذلك مرارا وتكرارا لنأتسي بهم. نرى بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحب ابن عباس حبا جما من أجل علمه، لذلك أراد أن يظهر مكانته، وكان يدخله على أهل الشورى جميعا، وكانوا ينكرون على عمر: يا ابن أنا في عمره في سنه فكيف تدخله معنا ونحن الأشياخ. فأراد عمر أن يبين لما يحب ابن عباس، لما يحظى ابن عباس هذه المكانة العلية الرفيعة السامية عند عمر بن الخطاب، فأدخله عليهم ذات مرة ثم سألهم جميعا قال: ما تقولون في قول الله جل في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى آخر الآيات. فكل منهم كان يتكلم ببعض التفاسير التي يعني تجول في خاطره ولم يصل إلى كبد الحقيقة. فقام عمر وسط الناس جميعا فقال: يا ابن عباس، ما تعلم من هذه الآية؟ قال: هذه إشارة من ربنا جل في علاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لدنو أجله. فقال عمر الخطاب: والله ما أعلم عنها إلا ما علمت يا ابن عباس. فعلم الناس مكانة ابن عباس. لكننا نستدل بذلك على أن الصحابة الكرام كانوا يحبون العلماء لأنهم يحملون شرع الرحمن سبحانه جل في علاه. فحبك للعالم لا لذاته ولكن للشريعة التي يحملها. فواجب الأمة نحو العلماء حب العلماء لا بغض العلماء. الثاني، واجب الأمة نحو العلماء توقير العلماء، تبجيل العلماء بلا غلو ولا جفو. وهذا من إبراز جاءنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين السنة التي تعلمنا كيف التعامل مع الأماجد بلا غلو ولا جفو؟ توقير وتبجيل لكن لا غلو ولا جفو. وش السنة؟ هذا عموما لا أريد، أريد المنزلتين بس. ممتاز، إجابة ممتازة، ممتاز ده هذا الحديث. ممتاز، هو هذا شرح الفتح المجيد بينفع كثير. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قال: من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله، قال محمد عبد الله ورسوله، وقال عيسى وأن عيسى عبد الله ابن أمتك وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر الحديث. لكن قال عبد الله ورسوله. فالعلماء قالوا قرن بين الأمرين حتى يقطع مادة الغلو ومادة الجفو. قطع مادة الغلو قال عبد، إنما أنا عبد ولست برب، وصدق ولو كذب واتبع لكنه ليس برب. فقال عبد، قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال: لا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال: إنما أنا عبد، عبد الله ورسوله. وقال رسوله حسم مادة الجفو حتى لا يقال يا محمد، لا تجعلوا دعاء النبي الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهنا نقول توقير وتبجيل بلا غلو وبلا جفو. وتوقير العلماء واجب على هذه الأمة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم أو يعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. وأيضا فإن الطحاوي قال في عقيدته: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، قال: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال: أهل الخير والأثر أو أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل أو من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فلا بد من توقير العلماء ولا بد من تبجيل العلماء. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يضرب لنا اروع الامثله في ذلك، لانه كما قال ابو هريره: عندما مات زيد بن ثابت قام ابو هريره على قبره وبكى وقال: من رام او من اراد ان يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا يذهب العلم بموت العلماء. ثم قال: ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا للإمام زيد ابن ثابت. كان ابن عباس يبجل زيد لأنه شيخه، هو الذي تعلم على يديه. فكان يأخذ بخطام ناقة زيد ابن ثابت فيقول له زيد: خل الناقة يا ابن عباس، خل الناقة يا ابن عم رسول الله. وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل ويقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري
كان في الكوفة وقد سئل مسألة وأجاب عنها، يا مسألة المواريث، ولكن الإجابة ما كانت سديدة. ثم جاء ابن مسعود، سأل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال عندي فيها سنة، ثم أجاب الإجابة السديدة. فقال أبو موسى: كيف تسألوني وفيكم مثل هذا الحبر؟ معرفة لمكانة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كان كل منهم يوقر صاحبه ويوقر العالم منه، وأيضا نرى ذلك في التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الليث بن سعد هذا مفخرة من مفاخر أهل مصر، يعني هذا الرجل هو فحل المصريين حقا. كان الليث بن سعد إذا حدث الناس، وكان محدثا بارعا فقيها، قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. كان يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب، معناه لم يأخذ من الشهرة ما أخذها الليث بن سعد، بل نحن نقول والله وندين الله نقدم الليث عنه، لكنه لما أخذ منه الحديث توقيرا وتبجيلا قال: حدثنا عالمنا وسيدنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب. كان الإمام الشافعي يجلس في مجلس الإمام مالك ويقول: كنت أتصفح الورق تصفحا رقيقا هيبة للإمام مالك. وكانوا يقولون: إذا دخل مالك على مجلس تحديث كأن على رؤوسهم الطير. الإمام الأعمش، أنتم تعلمون الآن الإمام الأعمش وشدة الإمام الأعمش على طلبة العلم. إبراهيم النخعي هو رجل من مشايخ الإمام الأعمش، لكن انظر الفرق بين الاثنين، هذا مال إلى الفقه أكثر منه الحديث، والآخر مال إلى الحديث دراية دون رواية دون دراية. لما مشيا معا إبراهيم النخعي والأعمش، إبراهيم النخعي كان في عور أعور، والأعمش أعمش، تعرفون ما الأعمش. فلما مشى مع شيخه قال: نفترق. قال: ولما نفترق؟ قال: الناس ينظرون يقولون أعور وأعمش، يعني بقى يعني اتلم الايه. طبعا ما يقال على مثل هؤلاء، لكن عندنا لما ضعيف مع ضعيف يقول اتلم المتعوس على خاب الرجع على هذا الذي يقال عند العوام، لكن لا يقال في مثل هؤلاء. هؤلاء أساطين الدنيا، هؤلاء أسوة لنا جميعا، أسوة لمن جاء بعدهم، لكن العوام الأغرار الأغمار ممكن يقولون ذلك. فقال له: الناس ينظرون أعور وأعمش. فقال يعني قال: إذن سيتكلمون. قال: نمشي وإيش ويتكلمون فيأسمون، يعني هي صرصرة النساء يغتبوننا ويأسمون بذلك. انظر الفرق بين الفقيه عندما يجيب وبين المحدث عندما يريد. المحدث قال: نحن نمشي وقدر الله علينا، أنا أعور وأنت، أو أنت أنا أعمش وأنت أعور، ولنا في ذلك الأجر، يغتبوننا وحسابهم عند الله عسير. فقال الفقيه إبراهيم النخعي، وهذا الذي كنت أريد أضربه مثلا، عندما ندرس سنن أبي داود نفرق بين من انشغل بعلم الحديث رواية لا دراية، وأن العالم الحق هو من أتقن الرواية والدراية، لأن أنا سأبين مراتب العلماء الذي قارن بين الفقه والحديث، هذا هو العالم. إذا انفرد بعلم من العلمين فهو ضعيف، ضعف يلوح من الأفق كما سنبين. فقال إبراهيم النخعي: لا، نفترق وإيش ويسلمون. قف عند هذا، قف طويلا، قف طويلا والله، واعلم أن الديانة حقا أني أبكي وأتباكى على ظلم يقع على أي أحد، وأني أموت قهرا على من ضل أو أساء أو كفر، وإني مأمور شرعا بدعوة المسلمين أجمعين إلى أن يكونوا في حظيرة الإسلام وإلى أن ينجيهم الله جل في علاه. هذا العالم الحق، ولا أظهر الشماتة في أحد بحال من الأحوال، هذا جهل مركب، وإن كانت الشماتة قد ظهرت منك فأنت الداني بعد ذلك والواقع في الأمر جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لابد أن تنظر لجميع الناس، حتى أهل الضلالة، حتى أهل المعصية، بعينين جميلتين. أنت حينما تنظر لمن أرأيته خالف أو وقع عليه البلاء بعين واحدة فهي عين عوراء وستضرب فيها قريبا، هكذا السنن الكونية. إن لم تستطع أن تنظر بعينين جميلتين قلبك يحترق عندما يقع البلاء على أهل البلاء، وتحمد الله على العافية، فأنت في شطر الهلك لا محالة، وإن الله يختبرك بهم ليرى
هل تنظر حقا بعين الرحمة أم لا؟ بعينين جميلتين، بعين القدر وعين الشرع، بعين القدر وعين الشرع. وهذا يستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنس لا والله، ويصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم تفعل لما لم تفعل، يقول لو قدر له لفعل. هنا تفهم هذا الفقه الراقي الذي غاب عن جمهرة غفيرة من الناس، أن ينظروا بعينين جميلتين لا بعين عوراء. ونحن نعيش مع العوار في مدة طويلة، عوار وقارنه جهل، ثم بعد ذلك النتيجة هلك، هلك لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر له لفعل. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت المسألة في حق له ينظر إلى القدر، وإن كان في حق الشر أو في حق الغير ينظر إلى الشر. مثال ذلك المرء في معاملاته يدور بين ثلاث: معاملة بينه وبين ربه، معاملة بينه وبين نفسه، معاملة بينه وبين غيره. والمعاملة بينه وبين ربه الشرع يأتي، فإن خالفت الشرع فسأنظر بعين الشرع، وعين الشرع تأمرني أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بضوابطه الشرعية، بلطف ورفق وأدب. قال فقول له قولا لينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانة، لكني سأنظر بعين الشرع عند مخالفة الشرع، وعندما يكون الحق علي أو المسألة جاءت بيني وبين أخي أنظر له بعين الإيش؟ القدر. أو إن كانت المسألة على البلية فأنظر له أيضا بعين القدر، وأعلم أن الله تعالى قد حفظني وابتلاه، فأحمد الله على الحفظ وأرحم هذا المبتلى، أرحمه، أرحم هذا المبتلى، أدعو له، أدعوه إلى الخير، أحاول قدر الإمكان أن أنتشله من هذا البلاء. هذا هو الحق على كل إنسان، هذا هو الذي أقول بنظر المنصف لهذا الباب، لأنني أقول دائما العالم أوقره لأنه أرحم الناس بالناس، العالم أوقره لأن الدنيا مرهونة عليه، العالم أوقره لأن نجاتي بوجود العالم، العالم أوقره لأني لولا العالم لصرت كالبهائم، لا أعرف كيف أصلي، لا أعرف كيف أصوم، لا أعرف كيف أقترب إلى الله جل في علاه. أقول الأعمش يوقر علماءه، وهذا الأعمش مع إبراهيم النخعي، كان بعدما قال له إبراهيم الفقيه قال لا نفترق ويسلمون، ينظر بعين القدر، يرحم الناس، لا يوقع الناس في الإثم. قال الإمام الأعمش توقيرا للنخعي قال كنا نعامل إبراهيم النخعي ونهابه كما نهاب الأمير وفوق ما نهاب الأمير، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. الربيع كان يقول ما كنت أشرب الماء أمام الشافعي هيبة لمكان الشافعي. وكان يحيى بن سعيد القطان، وهذا من أساطين المحدثين، يدخل عليه يحيى بن معين، يدخل عليه عبد الرحمن بن مهدي، يدخل عليه أحمد بن حنبل، قال الراوي يقفون أمامه، يجلس على الاسطوانة يسند ظهره على الاسطوانة، وأحمد يقف كالتلميذ، ويحيى بن معين يقف كالصبي المرتجف، وعبد الرحمن بن مهدي يقف موقرا معظما ليحيى بن سعيد القطان. تعرفون من هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاء أئمة الدنيا بأسرها. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إمام الدنيا بأسرها هو الإمام أحمد. لما رحل بقي بن مخلد حافيا من الأندلس إلى بغداد ليسمع من إمام أحمد، وكان يعني قد حصر عليه ألا يتكلم من ولي أمره فلم يتكلم، فإن بقي سأل يحيى بن معين بعدما سأله أسئلة كثيرة، قال لي سؤال، بقي لي سؤال، فقال الطلبة رحمك الله الوقت وقتنا، فقالوا لهم سؤال واحد، أسأل سؤالا واحدا، فقال أسألك يا إمام ليحيى بن معين أسألك عن رجل واحد، قل لي ثقة أم لا؟ قال من؟ قال أحمد بن حنبل، فتعجب، لو معه سيف لأطاح برقبته، قال أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسره،
ويحيى بن معين هو الذي قال أنفقت 1000 درهم لهذا العلم، لعلم الرجال، ومع ذلك يقف كالتلميذ كالصبي موقرا لشيخه يحيى بن سعيد القطان. أنا أجد رجلا شابا يافعا أكلمه والله لا يعرف كيف الوضوء، والذي نفسي بيدي لا يعرف نواقض الوضوء، كفر شيخه الذي علمه، شيخه الذي علمه قال هذا كفر، وهذه نصرة للدين، هذا خبث وليس بإيش؟ بعلم. أنت جاهل لا تستطيع أن تستجمع نواقض الوضوء والخلاف فيها، تتكلم في مسألة كبيرة مثل هذه المسائل. هذا الذي نعيش فيه الآن، أن الصغار الكلمة صارت لهم، وحتى أصالة الكبار فيهم ما فيهم من الغلو، أو في ما أتبعهم فيهم الغلو، ومع ذلك لا ينكرون عليهم، وهذه أم المصائب من الناحيتين، من الناحيتين. فهنا الأئمة الكبار يعرفوا بعضهم فضل بعض. فقال يحيى بن معين أو تسأل أحمد، أحمد إمام الدنيا بأسرها، بقي بن مخلد يعرف مقدار أحمد ويذهب يأخذ منه الحديث، يقف أحمد كالتلميذ أمام يحيى بن سعيد القطان. علماؤنا كان يعرف بعضهم فضل بعض، يوقر بعضهم بعضا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كان عبد الرحمن بن مهدي وهو قرين ليحيى بن سعيد القطان، كان إذا دخل المسجد قال العلماء وطلبة العلم يكتظون حوله وكأن على رؤوسهم الطير. وفي ذات مرة لما قال قال رسول الله فابتسم رجل، قال تبتسم وأقول قال رسول الله ما حدثتكم شهرا، ما حدثتكم شهرا، وهم يقبلون الأيادي. كان ثابت البناني، هذه السلسلة معروفة، ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أنس من الأخيار، كان ثابت البناني من الأخيار الأبرار. وانظر كيف يوقرون من يأخذون منه العلم. يا أخي وفاء، وفاء، إن شيخك أخطأ خطئه دينا وشرعا، وهذا وجوبا عليك ولزاما، لا تكن مدلسا، لكن لا تهدر الحق ولا المكانة، ولا تتجرع على الأعراض فيصيبك ما أصابهم. الغرض المقصود، ثابت كان فحلا، كان أنس يقول للجارية طيبي يدي، فإن ثابت البناني لا يأخذ مني حديثا ولا يحمل عني حديثا حتى يقبل يدي، توقيرا للعلماء، هكذا كانوا يفعلون. ووفاء، كان لهم الوفاء العظيم لأهل العلم، وفاءك للعالم كوفائك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. الإمام الشافعي جلس في مجلس يدرس للناس، والإمام الشافعي ينبسط مع الطلاب والتلاميذ، يفرد رجله، يفعل كيف يفعل ما شاء، فجلس وأسند ظهره، وكان الإمام له يعني له يعني بعض السمات، كان لابد يدهن الاسطوانة، تدهن بالطيب، لأنه كان يحب الطيب كما كان المسلم يحب الطيب. فكان يجلس يدرس للناس، فدخل أعرابي، وأنتم تعلمون الأعرابي، يعلمون أن الجلافة كانت في الأعراب والشدة كانت في الأعراب. أنس كان يقول كنا نحب الأعرابي يأتي ليسأل النبي، كنا لا نتهيأ بالسؤال للنبي، فإذا جاء الأعرابي قال يا محمد أنبئني عن الإسلام، فقالوا كنا نفرح بوجودي لأنه يسأل والنبي يجيب. دخل الأعرابي على طلبة العلم، وفيهم من فيهم من أهل مصر، ألكم أن تفتخروا بأساطين الشافعية في مصر، البويطي، المزني، الربيع، هؤلاء منارات عندنا، شموس، لو أردت أن تقلد قلد هؤلاء، لكن التقليد مذموم. لما ترتضي أن تكون إمعة؟ تجرب السلاسل فتنجر، ستنجر إلى نار جهنم إن كان الحق قد ظهر لك ولم تتبعه. لما يرتضي امرؤ على نفسه أن يكون كالنعاج؟ لا، قد كرمك الله بقولي ولقد كرمنا بني آدم. ومع ذلك نحن لا نقلد الشافعي ولا غير الشافعي. المزني لما قيل له قال وافق اجتهادنا قول الشافعي، قال الجويني طبق بعد هذه الطبقة يقول وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، ليس تقليدا،
بل الإمام الرافعي يرجح عن المزني أن له مذهب مستقل. لما التقليد؟ بل واحد يتبجح يقول نحن مقلدة فلا تتكلم. طب أنت مقلدة لما تنظر أنت وتؤصل وتقول لا تتكلم؟ ما تتخرص. مقلد يعني لا تتكلم، تريد النجاة أو تعلم ارتقي يا أخي. الله جل وعلا لا يرتضي بإيش؟ بسفاسف الأمور، بسفسافها، يرتضي بعلو الهم. إن الله علي يحب كل علي، وأعظم العلو علو الهم. شفع يجلس أمام هؤلاء العلماء من تلاميذه، ودخل الأعرابي فتهيب الإمام الشافعي الأعرابي وضم رجله إلى الرجل الأخرى، فقالوا له مندهشين: لما فعلت ذلك يا إمام؟ انظر واعلم كيف الوفاء. فقال الإمام الشافعي: هذا الرجل، مع أن الشافعي حجة في اللغة، قال: هذا الرجل علمني حرفا، قال: الشغار هو أن يشغر الكلب برجله. مع أن الإمام الشافعي بحر اللغة، حجة في اللغة، كما قال الرافعي والنووي، قال: الخلاف إن كان مع الشافعي في اللغة فهو حجة في اللغة. ومع ذلك قال لهم: علمني حرفا، وقال: الحر، اعلم الحر من يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، وداد لحظة وتعليم لفظة. توقير العلماء واجب على هذه الأمة، لا غلو ولا جفو. من الواجب أيضا على هذه الأمة نحو العلماء الاعتذار لهم. وأنا أنصح بقراءة هذه الرسالة الصغيرة في الحجم الكبير جدا في الفضل، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الاعتذار لأخطائهم، وإن أخطأوا وإن زلوا تعتذر لهم، لا تشمت فيهم، لا تفضح هؤلاء العلماء بين الناس على خطائهم. تعتذر للعلماء، لأن هذا هو أصل الديانة. أصل الديانة أن تعتذر للعالم وألا تتصيد له الخطأ. كم وكم من علمائنا من وقع في الخطأ. إن العذر للمخطئ أصل من أصول ديننا، بل هو من صفات ربنا جل في علاه. قد قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس الأعذار. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مالك عتبان بن مالك، وكان قد دعاه ليصلي له في مكان ودعاه إلى طعام، سأل الناس عن مالك بن الدخشم: أين مالك بن الدخشم؟ فقالوا له: إنه منافق ينافح عن المنافقين، لما تسأل عنه يا رسول الله؟ هؤلاء القوم قد احتجوا على نفاقه بقرائن. أنا الآن أحذر ممن ينفق الأخيار أو الأبرار أو العلماء الذين زلوا وأخطأوا. أنت تنفق تعلم ما في القلوب، هذا جهل مركب، هذا قطح فيك قبل أن يكون قطح فيه. قالوا: مالك بن الدخشم منافق، لا نرى وده إلا للمنافقين، لا يذهب ولا يجيء إلا مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ وذب عنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له. وأيضا عندما قيل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، وكان قد تخلف عن الغزوة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم يعني قد شغله إيش؟ برداه. فقال النبي صلى الله عليه، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا الخير وما نراه إلا على خير، ذبا لأخيه. فالاعتذار للأئمة من باب أولى، فلا بد لكل إنسان أن يقف موقفا حسنا وأن يعتذر للأئمة. والاعتذار ليس غلوا، ليس الاعتذار تصحيحا للمنهج الذي ينتهجوه، وليس الاعتذار تصحيحا لما ينتهجوه من مذهب أو من قول يكونوا قد أخطأوا فيه أو كانوا قد أخطأوا فيه أو زلوا فيه. ما من عالم شريف منيف له إلا وله الزلات والسقطات، وإن نقص الناس بالغالب. إذن من واجب الأمة نحو العلماء الاعتذار لهم ولأخطائهم. ولو دربنا أنفسنا على تصفح التاريخ لنرى أن علماءنا منهم من أخطأ وزل في كثير من المسائل، والعلماء يعتذرون له. ولذلك نقول: الشافعي قد زل وأخطأ، مالك قد زل وأخطأ، أحمد قد زل وأخطأ، أبو حنيفة قد زل وأخطأ، الثوري قد زل وأخطأ، ابن عيينة قد زل وأخطأ. ما من عالم شريف منيف إلا وله الأخطاء. لذلك لابد أن نعتذر لهؤلاء العلماء. وليس قولي أعتذر للعالم
أن أرفع قوله وأن يكون هذا القول هو الحق وأخذ به، لا، أخطئه وعلما، لأن تخطئة العالم تخطئة للقول الذي يتبناه، حتى أنفر الناس من أن يأخذوا بمثل هذا القول، لأنني لو صححت قوله الذي خالف السنة فإني بذلك أغطي على الحق وأظهر الباطل. ويقول العالم بالباطل، قد يقول العالم بالباطل، قد قال الإمام الشافعي للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، الشافعي يقول بذلك، أرأيتم الشافعي، كل الشافعي يقول بذلك، يقول لو زنى زيد بهند أجلنا الله وإياكم من ذلك وحشانا الله وإياكم من ذلك، حفظنا الله وإياكم من ذلك، زنى زيد بهند فأنجب بنتا وكانت هذه البنت لها شعر أصفر وعين خضراء وجميلة والرجل راقي المشاعر، لما رآها بعد زمن طويل أخذت بقلبه وبلبه وكان غنيا ثريا فأراد أن يتزوجها، قال الشافعي له أن يتزوجها وهي من مائي، هي من مائي هو، دعك أنها من زنا، هي من مائي هو، ومع ذلك قال الشافعي بهذا القول، أخطأ الشافعي، ولابد أن تقول تصريحا أخطأ الشافعي، لا أن يقال لك لا تقل ذلك وأنت يعني تقول هذا الكلام تشوش على شيخك، لا، هذا دين، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فلابد يقال أخطأ الشافعي، أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية، أخطأ الإمام مالك، قال بأن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة أخذنا بعمل أهل المدينة ونأخذ بالحديث، أخطأ مالك في ذلك، ورد حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي السباع، ذي ناب من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أخطأ مالك، ولابد أن تقول أخطأ مالك. قال أبو حنيفة المرأة البالغة العاقلة الرشيدة تزوج نفسها والأيم أحق بنفسها، وقاس على الذمة المالية، أخطأ أبو حنيفة. الإمام أحمد قد أخطأ في مسائل، الإمام الثوري قد أخطأ في مسائل، هكذا نقول للعلماء أنتم أحب إلينا من أعيننا ومن أنفسنا، وإن أخطأتم رددنا الخطأ عليكم، لكننا نبجل ونكرم ونعرف لكل ذي فضل فضله، هذا واجب الأمة نحو العلماء، التوقير والمحبة والاعتذار لهم عند الأخطاء وحسن الظن بهم قدر ما يصل الإنسان به حسن الظن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سامحونا على الإطالة، لكن هي مقدمة لما سيشرح، سيشرح إن شاء الله كتاب سنن أبي داود، ولابد أن نحتاج سبورة للأسانيد نتكلم فقط عليها بمرور الكرام، وشرح المتن دراية ورواية، وشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وأيضا تراجم علماء الصحابة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم شيخ. والأثار الإيمانية أيضا، والأثار الإيمانية مع أصول السنة للإمام أحمد.